معكم الدكتور وليد عبد الوهاب احمد سليم، اخصائي جراحه الوجه والفكين وزراعه الاسنان، تخصص اورام الفم والوجه. قضيتنا اليوم نتكلم على قضيه مهمه جدا مجتمعيه، من الملاحظه على السرير والعياده انه وكثره الزوار بالمشاكل الفمويه والناتجه عن تعاضي وتناول القات المفرط. قد تطول فتره الزمنيه لتناول القات من 5 إلى 6، احيانا تصل الى 8 ساعات. من المعروف ان تكوين القات اثناء المضغ يتحول الى فايبرز او انسجه، هذا بتاثر فتره بقاء القات في الفم لفتره طويله، بيسبب ضغط على اللثه والنسيج المخاطي داخل الفم. وبعض المتناولين القات ومتعاضين القات يتناولون معه بعض المواد السكريه مثل البيبس والعصائر والشعير وغيرها من هذه الاشياء. وجود اختلاط هذه المواد مع القات وبقاء فتره القات بهذه الفتره الطويله قد يسبب لنا تسوسات ونخ في الاسنان بسبب وجود التصاق السكر الموجود من تركيب هذه العصائر والمشروبات في القات، مما يؤدي الى تسوسات كثيره او كبيره في الاسنان. ويمتد التسوسات احيانا في الناحيه الطبيعيه يمتد التسوس الى 2 أو 3 في نفس الجهه. من الملاحظ عند متناول القات او متعاضي للقات بيكون عدد الاسنان المتسوسه ما يقارب الى 5 أو 6 بنفس الجهه الموجوده فيها في تناول القات. ومن ناحيه اشكاليه اخرى قد ربما يسبب لنا الى انسحال والتهابات اللثه. وهذه الايافه الكبيره الذي نلاحظها الان في المزاورين والمعودين على العيادات، سواء كانت في العيادات او في المستشفيات الخاصه او العامه. نلاحظ ان وجود هناك الكثير من المتعاضين يعانون مصابون بانسحال المساحات اللثويه وتاكل اللثه وانحسار اللثه. وهذه من الامراض تعتبر من الامراض اللثويه التي تؤثر على ثبات وبقاء السن والضرس في مكانها الطبيعي، مما يؤدي الى تخلخل وتحرك الاسنان وتكون التهابات كبيره داخل العظم الفكي واللثوي وكذلك في النسيج الفموي. نلاحظ ان هناك كثير من المبيدات التي تدخل الى البلاد بدون اي حمايه او ملاحظه او رقابه من قبل الجهات المختصه. وهناك ربما قد تكون هناك كثير من نوع من هذه المبيدات محظوره او ممنوعه عالميا متواجده معنا في السوق. هذه المبيدات ربما قد تكون وفي معظم الظن انها قد تكون مواد مسرطنه او مواد ممرضه تؤدي الى امراض كثيره في الجسم وليس على مستوى فقط الفم. عندما نتكلم عن استخدام المبيدات الحشريه الممنوعه او الضاره الممنوعه عالميا او المحظوره عالميا فقد لا تكون تاثيرها تاثير مباشر او في مكان في المكان نفسه مثلا في مكان في الفم عند تناول القات، ربما تكون تسبب لنا امراض اخرى او سرطانات او افات اخرى تنتقل الى باقي الانسجه او باقي اجزاء الجسم، بالاضافه الى مشاكل السرطانيه والمشاكل افات الفم وتقرحات الفم والتهابات الفم الناتجه عن تناول وتعاضي القات. من الملاحظ وجود امراض اخرى بجانبها وهي مؤثرة على المفصل الصدغي او المفصل الفكي نتيجة الحركة المستمرة وفترة وطول فترة تناول وتعاضي القات من عملية المضغ او طحن القات، مما يؤدي الى مشاكل التهابية وانخلاعية المفصل الصدغي للفك السفلي. ونلاحظ من كثير من المزاورين والمعاودين الينا وجود هذه المشاكل من عدم القدرة بالتحكم بالفم سواء بالاطباق او الاغلاق او الم شديد عند الفتح او المضغ، مما يؤدي الى صعوبه التناول حتى لدرجه انه يوصل المصاب الى عدم قدره المضغ الصحيح في التناول الطبيعي للغذاء والاكل، والام كثيره وشديده مصاحبه لذلك واصوات مزعجه جدا عند تحريك الفم والمضغ. وعليه نتمنى من المواطنين ومتعاضين القات الحذر او الامتناع قدر الاستطاعة من تعاضي وتناول القات والتاكد من ان هذه المادة أو القات المأخذ أو المتناولة قد تكون خالية أو نسبة السمومية فيها قليلة، والحرص بالنظافة الشخصية لتجنب وتقليل أضرار هذه المواد عليهم.